الفريق الوطني. هذا ما كان لو بيت تاعهم، كي اللي كرهوا الفريق الوطني، تكره فريق وطني على عبد. هو في مناسك الحج وانتم راكم ولكن تتكالبون. نعقب عليك في هذه خويا ناصر، يعني الظروف اللوجستيه وفرت للمنتخب الوطني مالغري لا دور سامحني ناصر، هذا التوفير امكانيات. انا هذه التوفير امكانيات هو كلام وماده، ولكن القلب الجزائري اين هو؟ كلهم والله العظيم يا اخي العزيز. غير شوف معليش خلي الوقت يبين. انا احيي فيك الوطنيه، ولكن نحن لا نشق على قلوب الناس ونقول بان ذلك لا يحب المنتخب الوطني وانه يسعد، لان لا اشق على نفوس الناس، كلنا غيورين على هذا الوطن وعلى منتخبنا الوطني. انت تحدث لي ناصر من الظروف اللوجستيه، المنتخب الوطني ادى تربص تحضيري قريب 15 يوم في طوغو، ثم ادخل بفندق. الظروف اللوجستيه الاتحاديه في صوره الدوله الجزائريه وفرت للاعبين. انا اللاعب شاهدنا سيناريوهات المباريات، يعني ماشي هؤلاء الذين لم يتمنوا الخير للمنتخب الوطني هم من كان يمنعون بنجاح من تسجيل مثلا او شيء من هذا القبيل. يعني هنا واش دخلهم في ثلاث مباريات هذو؟ انا نقول لك الفائده ليست في اللسان او المال، الفائده في القلب لما يكون سليم بالابسط بس ابسط الاشياء راح توصل. تقول باللي بنجاح كان قادر يماركيو وكذا، علاه ونسيت باللي بيوت واللي البينالتي اللي نحاوه منه، نسيت خدمه تاع الفار شكون خدمه؟ احكوا على هذا الشيء ولا تقول لي علاه ما ماركاش؟ واش ماركي انت واحد يحطمك تحكيميا؟ واش راح تماركي انت؟ كي تحت ماركي راح ينحي لك، هاك ديجا كي تعود قريب توصل ينحي لك. شت كيفاه؟ وهذه تنساها، تهضر غير على ها قول له يماركي، بيان سور ماركا ونحيت له. هذه نسيتوها. سبحان الله، ليسونسيال اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، ربي يحفظكم، كل واحد يخلينا تعليق.